جولة صباحية جديدة من أورينت نيوز مع بداية أسبوع جديد. صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا. صباح الخير لكل مشاهدينا. اليوم السبت 6 كانون الأول. جولتنا اليوم رح تتضمن العديد من الفقرات والمواضيع، خلينا نشوف شو هي. في ظل الحصار المفروض على العديد من المناطق في الداخل، كيف يتعامل الناس مع الحالات الإسعافية الطارئة وما هي الحلول العاجلة؟ وفي فقرة الطبخة الأسبوعية رح نتعلم اليوم تحضير طبخة المحاشي ولكن على الطريقة الشامية. ما صحة الأنباء حول الأحداث الفلكية المتوقعة هذا الشهر والمتضمنة إمكانية رؤية تجمعات النيازك والكواكب بأوقات مختلفة؟ وفي منوعات اليوم ركاب طائرة يضطرون للنزول منها لدفعها بأيديهم بسبب تجمدها. في ظل الحصار المفروض على العديد من المناطق في الداخل، كيف يتعامل الناس مع الحالات الإسعافية الطارئة؟ بالفعل يعني كيف الناس عم يتعاملوا بالإسعافات الأولية أيضا للمصابين من خلال أو جراء القصف عليهم؟ بنتابع التقرير وبنرجع لنحكي أكثر عن الإسعافات وكيفية التعامل معها. لقائنا مع الدكتور عاصم باشا مدير العلاقات العامة باتحاد الأطباء السوريين الأحرار العاملة بالغوطة الشرقية. نحن في ظل حصار خانق على الغوطة الشرقية لا نستطيع تحصيل إلا الدعم المالي فقط، يعني وعبر هذا الدعم المالي نستطيع كسر هذا الحصار بمحاولات خجولة فقط لإنعاش ما يمكن أن نعيشه في ظل هذا القصف والإصابات الكثيرة. دخلت بعض المساعدات من منظمات دولية مثل الهلال الأحمر، لكنها مساعدات خجولة لا تلبي كل الاحتياجات. السيروم الذي هو يعني مادة أساسية في العمل الطبي لم يدخل منها شيء إلى الغوطة الشرقية. مخزون السيروم يعني أصبح ضئيلا جدا في الغوطة الشرقية. كثير من المواد الحيوية للعمليات الجراحية أصبحت قليلة مثل مواد التخدير، وبعض أدوية الرعاية مثل أدوية الربو وأدوية والصادات الحيوية الأخرى للأطفال وغيرهم. كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة والإسعاف والمعالجة؟ نحاول قدر الإمكان توزيع سيارات الإسعاف على امتداد الغوطة الشرقية لتنقل هؤلاء المصابين إلى أقرب المراكز. شهدت الغوطة الشرقية بالفترة الأخيرة ظهور عدد من الأمراض، ما هي الأمور التي اتخذتموها للحد من هذه الأمراض؟ الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية يعني اجتاحتها عدة أوبئة، كان أهمها الحمى التيفية والتهاب الكبد الوبائي A. قمنا يعني بعدد من المحاولات لنشر الوعي بين السكان عن كيفية انتقال هذه الأوبئة. قمنا بتوزيع بعض المنشورات عن الحمى التيفية والتهاب الكبد A، وقمنا بعيادات متنقلة في الأماكن النائية. أنا أعمل في أحد المشافي الميدانية بصفتي كطبيب مقيم. كيف بتم استقبال المريض؟ شو هي المراحل الأولى لاستقباله؟ أول شيء الفحص السريع لوعي المريض وفحص المريض بسرعة بشكل كامل، تقييم الإصابات الموجودة لديه. كل يوم تقريبا من منطقة مختلفة يصلنا ما لا يقل عن مصاب أو مصابين وربما أكثر من ذلك. طبعا نحن لسنا المشفى الميداني الوحيد في الغوطة، فأنا بحكي لك عن مشفى واحد بيصلوا يوميا أحيانا 4-5 إصابات. هلا أنا ممرض تخدير، دورنا انه نسكن المريض، نهدئ المريض لبين ما يكون في دكتور مقيم هون بيقيم الحاله. في كثير شغلات يعني ما موجوده عندنا وبنحتاجها يعني بكميه هائله لازم تكون موجوده عندنا. هذا من خلال عملي كأمين مستودع طبي بالغوطه الشرقيه، بنعاني من نقص احاد بكثير من المواد مثل السيرومات، كياس الدم، الصادات، ادويه التخدير بشكل عام. في عندنا نقص كبير كثير باكياس الدم، الاكياس الفارغه، اكياس الدم. في عندنا نقص بالفيتامين كاف اللي بتاخذه الاطفال اثناء الولاده فورا. فيني اقول انه في عندنا كادر اسعافي ممتاز جدا جدا جدا. هلا انا شغلتي مسعف على السياره، بطلع على السياره وبسعف خلال طلبي على العمليات او كذا، وبطلع بسعف خلال القذائف او ضرب طيارات او خلال تي اسعاف واخلاء من موقع الضربه. طب شو هي الصعوبات اللي عم تواجهوها من خلال عملكم كمسعفين؟ صعوبات يعني ما أكثر إنه ضرب الطيارة، شظايا، نكون تقريبا بنفس الضربة، يعني تجمعات كذا، بنحاول نخلي التجمعات ونبعد العالم عن موقع الضربة.
ومطالع العالم اسعفها. طب وين عم يتركز القصف اكثر شيء وشغلكم؟ عم يتركز طبعا على التجمعات المدنيه، على الاسواق، على اماكن البسطات، تجمعات العالم المدنيه، يعني مواقع شغله. هلا احنا بالنسبه لنا كاسعاف، كسيارات اسعاف وكطاقم اسعافي، هو اهم شيء انه نجيب السيارات تكون جاهزه على حيث انه 24 على 24، وعندنا كوادر طبعا. نحن في تنسيق في سيارات تكون مثلا بالنقاط اللي ما متواجده كمشافي كهيه، وفي سيارات مخصصه بس انه تطلع على الضربه. مشاهدينا نحكي عن التعامل مع الحالات الاسعافيه الطارئه. بينضم لنا بالاستديو سلطان جابر، طبيب عام. صباح الخير. صباح النور. على صباح الخير دكتور. بني سلطان، مثل ما بنعرف بالفعل انه اليوم كثير مهم انه نشرح شوي عن كيف نحن بنعمل حالات اسعافيه او نتعامل مع الحالات الاسعافيه، شو لازم يكون عندنا. خلينا نشرح اول شيء في ظل حاله طارئه اليوم، يعني عم نشوف بالغوطه الشرقيه في حصار في مناطق محاصره، ما بيقدروا مثلا يوصلوا الشخص للمشفى او المستوصف، كيف نحن لازم نتعامل بالحالات الطارئه؟ يعني خلينا نبدا انه هذا اهم يمكن موضوع طبي ممكن احكي عنه في التلفزيون، في راديو، في اي مقابله، لانه هذا هو اللي بنواجهه في الحياه اليوميه. صحيح. بالنسبة لدكتور بيحكي مع شخص مش دكتور. طبعا في المناطق المحاصرة في بعض الحالات اللي الطارئة اللي بتظهر ما بتظهر بأماكن تانية، يعني مثلا الجروح النافذة من التقويس أو الطلب، مثلا وقع إشي على رأس الشخص مثلا، تفجير. بدوخ، التفجير، شخص تحاصر، العظام اللي بتنكسر، عظام رجل قدم، عظام إيدين، هاي الأشياء تظهر بهالمناطق كتير. طبعا عمليه الاسعافات الاوليه بتبدا قبل وقوع الحادثه، هاي يعني نحن الدكاتره هذا اللي بنتعامل فيه، بانه نكون عارفين رقم سياره الاسعاف، المركز الطبي، سياره النقل الطبي، حدا من الجيران مؤهل، اي واحد من هاي الامور، لانه اول خطوه هي الاتصال مع العالم الخارجي عشان يعرف انه في حاله طارئه. فهي اول شيء. نحن طبعا لما نتعامل مع هيك حالات، مثلا شفنا شخص عنده مشكله، نتجه بنشوف انه لازم سلامه المكان والابتعاد عن مصدر الخطر، هاي اهم شيء. وسلامه المسعف مهمه جدا، لانه اذا سلامه المسعف يعني المسعف في خطر والمسعف انأذى، راح يصير بده اللي يدير باله عليه. صح. فهاي لازم، يعني دكتور احنا هلا بنركز اهم خطوتين، انه هو التواصل مع العالم الخارجي اذا كنت انت محاصر او في حاله طارئه تخبر حدا. ثاني شيء المسعف عندما بده يجي لازم اول شيء يتاكد انه المكان هو سليم حتى ما يكون في خطر. بالزبط. يتعرض او شيء، وبالتالي ما استفاد شيء من عمليه ما استفاد شيء. عشان هيك في الطيارات بيحكوا دائما حطوا القناع الاكسجين لكم بعدين للاطفال. فالواحد يدير باله على حاله اول بعدين الاخرين. بعدين الاخرين. هلا هون نحن بنقدر نبدا في حاله الاسعافات الاوليه. طبعا في سيستم معين ماشي، ونحن بدنا نحاول يعني نشرحه بموضوع بطريقه مبسطه. يعني مثلا لازم نطلع على الشخص، لازم نهدي الشخص انه ما يكون خايف، لازم نهدي. ما يكون خايف يتنفس شوي شوي. هلا بدنا نتاكد برضه انه صاحي، لانه ممكن ما يكون صاحي. صحيح. هل انت صاحي؟ هل انت بتحكي؟ اذا بيحكي معناته النفس عنده تمام، والنفس هو يمكن اهم شيء. بعديه بيجي النبض، طبعا اول شيء مجرى النفس، بعدين التنفس، وبعدين الدم وحركه الدم في الجسم. فهل انت صاحي؟ هل امورك تمام؟ اذا صاحي كويس اهدى، اتنفس شوي شوي، روق، ما في مشكلة، هلا راح نحل لك المشكلة. حتى نقدر نعالج المشكلة. حتى نقدر نعالج المشكلة. كمان هاي طبياً يعني احنا الدكاترة بنشوف زي اللي بلعب كرة سلة، يعني اشي طبيعي بيطلع. انه الشخص لما يصيبه مثلاً حالة مثلاً صحية مش كويسة، مثلاً طلقة ولا دم بنزل منه أو سكينة أو أي اشي من هدول، بصير يتنفس بسرعة وبصير قلبه يدق بسرعة، فبخسر دم من الجروح. فنحن لما نحكي للمريض اهدى وتنفس شوي شوي، الدم نفسه بصير الريثم مطمنه انه هدوء وخلاص انت حتكون وضعك كثير كويس وبيبطل ينزف كثير. هلا كثير حالات ممكن نتعامل معها، انتم شو ما بدكم انا جاهز. يعني طب دكتور شو هي اهم المستلزمات الطبيه، خاصه انه هلا في سوريا كثير في عنف، في تفجيرات، في قتل بالضبط. وهذا جانب، الجانب الثاني شو هي الشغلات الاساسيه اللي ممكن ناخذها بديل مثلا من المواد الطبيعيه بدل الادويه، خاصه زي ما قال فادي انه ما تمام. في اي ادويه وعلاج. هلا كموضوع ادويه، المؤهل انه يعطي الادويه بدون ما يسبب اي خطر او يعرض اي خطر على المريض هو الطبيب. فبالتالي ما بنقدر نحكي لحدا هلا صابته مشكله اعطي دواء مثلا بالابره او مثلا يبلعها مثلا، ما بصير هذا الحكي. ولكن في كثير اشياء ممكن نعملها، كثير اشياء، وفي كثير اشياء منزليه ممكن نستخدمها. مثل يعني مثلا خلينا نحكي واحد انكسرت ايده، تمام،
ممكن بكل بساطة نستخدم أي إشي في البيت. يعني هاي لفحة بستخدمها أنا بكل بساطة، بنحط وبنربط، هي ربطة عادية، الموضوع بسيط جدا. يعني ربطة وبتنحط هيك، تمام، مكان الكسر. مكان الكسر طبعا بيكون ماسك إيده أول إشي الشخص، لا الشخص اللي بيكون انكسرت ايده بيعمل هيك وخلص، هيك انربطت ربطه بسيطه جدا ما فيها اي هي، حتى اذا ما كان عنده حدا ممكن يستخدم، يعني ممكن لحاله، اذا لحاله بيقدر يدبر حاله. فاي شيء زي هيك مربعه مستطيله بس تنطوي وبتسكر على الايد، المهم تحمل الايد، المهم تحمل الايد لحد ما طبعا الامور تسلك. في عندنا طبعا اشياء اساسيه، يعني مثلا هاي اللي هي اللي بنسميها الباندجز والرابس، هاي موجودة يعني بتتوفر، أو أي إشي شبيه فيها، يعني حجاب مثلا ينام وينطوي بهذه في حال ما كان موجود هذا الطول وهذا العرض، خلص هيك تمام، هيك بنقدر نسكر. هاي لأي حالة؟ هلأ كمان نحكي على الكسر. هلأ هاي كتير الأشياء، الكسر بنستخدم هاي طبعا في حالة الكسر. في حالة الكسر لازم المريض يحط إيده هيك، لازم نحط ثلج على محل الكسر عشان نخفف السويلينج أو اللي هو الانتفاخ نفخ، وما يصير في مشاكل في المنطقة. وطبعا بنربط هاي وبعد المريض بدفي حاله وبرتاح تمام لحد ما يوصل المسعفين والأطباء يعطوه مورفين أو مسكنات. خلينا نحكي جرح نافذ، وهاي كتير مهمة اللي هي مثلا التقويس أو الطلقة مثلا. هاي يعني هاي فعلا في البيت في المنزل الأهل ممكن هم يكونوا الفرق بين الحياة والموت، مش بس الطبيب، هون دور كبير للأهل. فرضا جرح نافذ في الأطراف في الأقدام أو في الإيد، اهدى، اتنفس شوي شوي شوي، ما خفف ما يعني خفف من توترك، احكي مع الاسعاف، احكي مع الطوارئ، احكي مع المركز الصحي، سياره النقل، بنجيب حجاب او هاي اذا موجوده او اي شيء. لازم نربط يعني اقرب من الجرح النافذ، فرضا عندنا الجرح النافذ لهون، نحن بنربط هون وبنسكر عشان الدم ما ينزف، بنسكر عشان الدم. هلا في ناس بيحكوا انه ممكن الدم اذا ما وصل للاطراف الاطراف تموت، بس معك لحد 6 ساعات. وفي ناس كمان للامان عشان ناخذ الاكستريمز، يعني في هاي اللي هي الربطه العسكريه تستخدم كمان، طبعا بتكون زي هيك بسيطه جدا وانا كتير بحبها يعني وبستخدمها في بعض هاي الحالات. هاي مكان الطلقه، هاي ورا الطلقه. أوكي. يعني مثلا الجرح النافذ هون، نحن بنعمل زي هيك وبنجيب اي شيء زي هيك وبنحطه زي هيك ومنربط. تمام، وبنلف بنلف طبعا لسه عندنا الجرح النافذ هون، فبنجيب بالتالي زي هاي او مثلا قطن او اي شيء زي هيك، ولازم نضغط والايد تكون فوق مستوى القلب. يعني ما بتنصح الاهل هم يجروا يشيلوا مثلا الطلقه او الرصاصه؟ طبعا لا لا, لا ابدا، بزيد الجرح. هاي مشكله. هلا الطلقه اذا كانت في محل ممكن الطلقه نفسها عم تمنع النزيف، فلو شلناها تزيد النزيف. وهاي أكتر إشي في السكاكين، يعني هاي لما يجينا مريض مثلا بعيد السمعين طبعا سكيني هون أو هون، دائما ما تشيلوها، حطوا عليها قطن واربطوها بإشي زي هيك، اربطوها وخليها ما تتحرك لحد ما يوصل المسعف أو لحد الطبيب. ما يوصل المسعف أو الطبيب. حتى لو ما وصل أقل ما فيها نحن بنزيد فرص النجاة من أنه مثلا ينفك الحصار أو يقدر حدا يوصل في الوقت المناسب، ما حدا يجازف طبعا. هاي شغلات بسيطة، يعني هاي أشياء موجودة في البيت وهي اللي بتفرق بين الحياة والموت. طيب دكتور سلطان، نحن معنا عبد الإله درويش ممرض، طبعا هو من ريف حماة، أيضا يعني في بعض ريف حماة في مشاكل وفي بالمنظومة الإسعافية في ضعف. خلينا نروح لريف حماة مع عبد الإله درويش. صباح الخير عبد الإله. عبد الإله سامعني؟ صباح الخير. صباح النور، أهلين أستاذي الكريم. عبد الله، أنت بريف حماة، عم نحكي اليوم عن المنظومة الإسعافية. نعم. وحالات الطوارئ، كيف عم تتعاملوا مع الحالات الإسعافية في ريف حماة؟ نعم، نحن العاملين في المشافي الميدانية وفي ظل الحصار نقوم باستقبال يوميا ما يقارب 30 حالة من المرضى المدنيين، وعند استهداف ريف حماة بالطيران والمدافع ترتفع أعداد المصابين ما بين 40 إلى 60 حالة، تكون حالات أغلبهم تكون حالتهم حرجة. عبد الإله، نحكي عن الحالات اللي عم تجيكم، شو هي؟ جروح، كسور، كيف عم تتعاملوا معه؟ كيف أنتوا عم توصوا الناس إنه في حال مثلا حدوث كسر أو جرح، أو مثلا خلينا نقول إنه شخص صار معه حالة خطرة، كيف بتعاملوا مع هالحالة حتى يوصلوا لكم إياها؟ سيدي الكريم، معظم الحالات كسور والأضلاع والأطراف وبعضهم الإصابات لا يمكننا أن نستقبلهم
حالتهم تكون حرجة. ضعف الإمكانية في المشافي الميدانية بريف حماة الشمالي، ولا يوجد أي أجهزة أو كوادر في المشافي الميدانية، ويتم إسعافهم إلى الشمال السوري. طيب عبد الإله تفضل. تفضل أستاذي الكريم. لا عم نحكي اليوم عن الحالات، يعني أنتم عم تنصحوا في نصائح معينة بتقولوها للأهل مثلا في حال كسر كيف لازم يتعاملوا معه قبل ما يوصلوا لكم؟ تعرف أنه في مناطق متباعدة والمراكز الإسعافية أحيانا بتكون بعيدة، صحيح؟ صحيح أستاذي الكريم. في بعض الإصابات الحرجة يعني من بعض كسور أو بعض جروح يتم التعامل معهم بشكل دقيق جدا، أو يتم في عندنا كوادر إسعاف أو سيارات إخلاء تتم بالخروجهم من مناطق القصف ومناطق المعارك. طيب عبد الإله، بالمراكز الصحية اللي عم تعالجوهم فيها هي مجهزة يعني قادرة على انه بالفعل تلبي الحاجة؟ انت حكيت عن نقص، لكن هل يعني على الاقل في اولويات العمل الطبي او الاسعافي عندكم؟ السيد الكريم، نحن بحاجة جدا الى سيارات الاسعاف وبعض الكوادر الطبية واجهزة طبية متطورة، لان لا يوجد أجهزة متطورة في ريف حماة الشمالي في المشافي الميدانية. مثل ما حدثتك أنه يتم إسعاف المصابين إلى الشمال السوري. ضعف الإمكانية جدا بريف حماة الشمالي، لا يوجد أجهزة متطورة، لا يوجد مضادات التهاب أو مضادات حيوية، لا يوجد أجهزة متطورة هي مثل أجهزة عبد الإله درويش ممرض من ريف حماة. احنا بنشكرك على هالمداخلة، وان شاء الله هيك يعني الامور بتتحسن عندكم، بنتمنى لكل جرحى الشفاء العاجل. بدي ارجع لعندك دكتور سلطان، يعني مثل ما سمعنا عندنا مشكلة دائما في النقل، في مسافات احيانا ما في وسائل اسعاف، ثاني شيء دائما بالفعل في نقطة كثير مهمة هي نقص الدم، يعني هاي المراكز ما عم تكون فيها تجهيزات، وايضا في ناس بيجي معهم مثلا نزيف دم، فكيف نحن لازم نتعامل؟ نحكي بالنقطتين، يعني انا لما بدي اسعف اخذ مريض لمركز اسعافي شو لازم اعمل، لانه بتعرف في مسافه طويله يمكن، وثاني شيء هي كيف بدي اتعامل انا. حكيت انت يمكن قبل شوي عن الدم انه كيف لازم انا احافظ عليه. هلا ناخذ المبدا الاكبر في حاله الجروح النافذه او حتى ممكن اذا نزيف داخلي كسور، بالعاده بيكون في خساره للدم، فهذا شيء سيء لانه المريض بصير قلبه ينبض بسرعه وببرد وبصير يدوخ لانه ما في دم عم بوصل للدماغ بكميه كويسه. هلا حسب الجرح، فرضا يعني جرح نافذ في الاطراف اللي هم الاقدام والايدين، بعد ما نسكر نحن هدفنا هون بدنا نخفف او نقلل النزيف من خساره الدم، لازم النزيف يقل لانه ما بنفع ضله المريض عم بنزف ينزف. هلا مثلا سكرنا فوق الجرح النافذ وعملنا باكينج اللي هي بنمسك القطن بنسكر الجرح. لازم اغلاق الجرح في حاله واحده، إذا كان الجرح في منطقة البطن، إذا في الصدر ممكن نسكر عليه، أما إذا في البطن لازم بس نحط بدون ضغط، ولكن نحن بنحاول نقلل النزيف قد ما بنقدر. هلأ ممكن المريض يشرب يعني شوية مي صغيرة، شوية المي هاي بتعوض شوي عن خسارة السوائل بشكل عام في الجسم لحد ما يقدر يوصل لمكانه. أنا بشجع كل حدا بيقدر يتبرع بالدم، كان في منطقة محاصرة أو غير محاصرة يتبرع في الدم. انا طبيب وانا بتبرع في الدم لانه شيء ايجابي دايماً. اصلا للجسم، لانه يعني شيء ايجابي بخفف شوي وبجدد الدم وبحفز النخاع العظم، فكمان لانه شغله انسانيه حتى لو ما في حصار. صحيح. يتبرعوا بالدم. طب دكتور شو بديل الادويه مثلا؟ ما في دواء زي ما قال الممرض انه في الادويه من قطعه، ما في علاجات، ما في مستلزمات طبيه، شو البديل مثلا من الاعشاب ايش ممكن نستخدم؟ تمام خاصه بنشوف دائما بيستخدموا القهوه والبن في تمام. هلا نحن في اغلب في الحصار اغلب الجروح والاشياء اللي بتحتاج خلينا نحكي مضادات حيويه بتكون جروح سطحية، يعني وقع إشي مثلاً بيت انهدم، جروح نافذ، طلع سكينة، أي إشي زي هيك. نحنا بنحب نحط عسل. نحنا العسل بنحطه في الطب حتى لهلا في أقسام الجراحة، يعني نحكي له مثلاً نحطه عسل. العسل بمنع فيه مادة السكروز، بمنع الالتهابات اللي هي في الخارج.
هلا في حاله الكسور، في حاله الكسور مثلا كسر كان شديد طلعت العظمه لبرا، لازم نشوف اي نوع مطهر طبعا يتخفف كثير في المي، اي نوع مطهر يتخفف ما يكون مركز ويندهن، ما يكون مركز ويندهن برا، او ممكن كمان عسل، ولازم نسكر على المنطقه عشان نمنع انه تدخل المواد. هلا في انا بعرف الترميريك كركم، ولا ماده اسمها كركم صح؟ كركم احسن مني. الكركم يعني ماده كويسه بيحكوا كثير انها بتخفف الالام كمان، انا شخصيا بستخدمها عشان اخفف الالام، تخفف الالام عن طريق شو غلي او لا لا دهن؟ هلا انا باخذهم قبل ما تنطحن، باخذها زي ما هي الترميريك اللي هي القطعه وباكلها زي الجزرين. هلا ما بعرف كيف بصراحه بتنحط بالمي بتنغلي، ما بعرف كيف، بس هي فيها كمان بعض الخصائص اللي بتعمل كمضاد حيوي وبتمنع البكتيريا. طبعا البروتين، اذا حدا بيقدر ياكل بروتين اللي هم الدجاج لحم السمك بالذات، لانه جهاز المناعه مصنوع من بروتينات، فاذا الواحد بيقدر ياكل اكل صحي يعني هذا كثير بيفيد، خصوصا حتى في الجروح وفي لما الواحد يحتاج مضادات حيويه. انا شخصيا ما باخذ مضادات حيويه، انا بعتمد على الاكل، بكون عندي التهاب صدر شديد اشياء طبيعيه ما باخذ اشياء طبيعيه، بشرب عصير برتقال، عصير البرتقال سريع جدا مفعوله، سريع جدا الحمضيات بشكل عام يعني. طيب دكتور سلطان، يعني بدنا بس هيك شوي نرجع لموضوع الاسعاف، يعني انا اليوم عندي اسره يمكن ما بتعرف شيء لسه بالهي، خلينا نحكي عن اهم المعدات الطبيه او الاسعافيه اللي مثلا انت شايف معك حقيبه، شو لازم كنت تتواجد هي بكل بيت، وخاصه مثل ما حكينا انه في حالات طارئه صعب انهم يوصلوا بسرعه. ثاني شيء كيف فينا ناهلهم نعلمهم بعض الحركات او الاجراءات الاسعافيه، يعني شخص صار معه ضيق تنفس كيف لازم يتصرفوا معه؟ تمام. تفضل. هلا خلينا نحكي هاي من اهم الاشياء اللي تكون موجوده، يعني خلينا افتح بسموه ضماد او شيء، يعني هاي الضمادات يعني تعتبر، شايف هاي طبعا ممكن طبعا مو تكون يعني. تكون ممكن قطعه قماش عاديه، قطعه قماش اي شيء، هاي طبعا يمكن طولها مترين تمام، هاي بتنلف كان مثلا جرح هون فرضا او بالراس او بالايد، جرح هون جرح بالراس، يعني نحن بنتعامل مع اشياء بتظهر ما حد بفكر فيها، يعني مثلا وقع انهدم بيته وانكسر الفك مثلا، عادي بكل بساطه بنلف زي هيك تمام، وبنلفها زي هيك وبنربط من هون، لازم يعني لازم مكان المنطقة الكسر. هاي مكان الكسر هذا لازم ما يتحرك، فنحن هاي بنتعامل معها، فهاي من أهم الأشياء. طبعا مقص يعني مش يعني أشياء بسيطة ممكن الواحد يحتاجها وما يلاقيها، فلازم تكون عارفها. طب دكتور مسكنات؟ سكينات يعني مسكنات إيش هي؟ مسكنات مسكن ألم. هلأ المسكنات الألم أنا يعني هذا موضوع ممكن نحكي فيه كتير، لأنه صعب ينجابوا في هيك وضع، حتى لو شغلات بسيطة يعني شغلات بسيطة. أنا الكركم هو الوحيد، أنا أريحك هو الوحيد، الترميريك هو الوحيد اللي الطبيعي اللي بخفف الألم، طبعا الميرامية والشاي الأخضر هاي الأشياء بتخفف، بس الكركم هو أسرع واحد. هاي مقص مثلا، أي إشي زي هيك يعني حتى يعني مش أشياء لازم بسيطة يعني تكون أشياء بسيطة، هاي لفعة ماشي. أنا بلبسها مثلا رائعة مثلا الكسور والخلوع مثلا، هاي نفس الإشي، شاش هاي شاش تمام، قطن لازم يكون في قطن، مطهرات دكتور هدول مثلا مطهرات بتادين او اللي هو اليود مثلا اليود، في حاله ما في من هاي الاشياء اجين ممكن عسل، ممكن المنظف بس مخفف جدا لازم يكون تمام، السبيرتو كحول البرفيوم البخاخ العطر مثلاً. يمكن اي عطر، عطر اي عطر فيه كحول بيعقم يعني بيعقم، بس يكون يعني عطر فيه كل كحول كثير، اسعافات يعني. بسيطه يعني ممكن تواجه هذا شاش، هذا طبعا كثير مهم في حاله طبعا جرح نافذ مثلا، لازم نضغط لازم نضغط عشان نخفف خساره الدم، وفي كثير ناس انا بنبسط كثير بكون مداوم طوارئ، بيجوا ناس بكونوا ثلاثه ماسكين المريض، فهذا شيء رائع. هي هاي الاشياء البسيطه، غير هيك اي شيء. هلا في نقطه مهمه جدا في حاله يعني في اماكن الحصار، بصير مثلا بنهدم بيت المريض مثلا بيقع على الارض، مهم جدا النفس وهاي المنطقه اللي بنسميها السيرفيكال سباين، هاي المنطقه يعني في كثير انتيات وعموات بنادوها المقتل تمام، يعني هاي المنطقه اللي هون واللي هون كثير مهمه، فنحن دائما نتعلم انه هاي المنطقه لازم ما تتحرك، اذا كان على الارض لازم نمسكه من هيك من جنب راسه من ورا ونضلنا ماسكين نثبت، مش نحمله بطريقه خاطئه. هلا ما بصير نحركه يعني انا مرات بشوف حوادث سيارات بركضوا بده يكون البطل بمسك البنت بموتها، طبعا هذا الحكي ما بصير، اتركوه او اتركوها لحد ما يجي المسعف او الطبيب. هلا طبعا نحن عشان نعرف فرضا الشخص مثلا وقع زي هيك بدنا نثبت
المنطقة هاي، ومع أن تاعت المسعفين اللي بتثبت الرقبة ممكن الجاكيت نفسه عادي فرضا هذا جاكيت بنلفه شوي شوي بس مش كتير عشان ما نقطع الدم للدماغ. خلاص هيك نحن ثبتنا المنطقة. لما بدنا ننقل المريض شاكين انه عنده كسر في المنطقة هاي او في المنطقة هاي لازم اقل اشي 4 يحملوه، 4 مش أو واحد. ممكن دكتور يعني اللوح ينحط على لوح معين ولا صعب؟ هلا اللوح يعني اذا بدهم يرفعوه على اللوح كمان لازم قطعة واحدة، لازم يرفعوا قطعة واحدة لانه اذا في هون كسر اي حركة راح تأثر بشكل سلبي على نسب نجاته او نسب انه يقوم بالسلامة. قطعة واحدة كل واحد يمسك من جهة، واحد لازم يمسك من هون الرأس ما يتحرك، منطقة الرأس منطقة الرأس عشان الرقبة، وينحط مثلا على قطعة خشب او حتى ينحمل لحاله على السيارة، قطعة واحدة لازم. طيب في حال التنفس يعني احيانا بتجي لعن شخص بلش عم يضيق نفسه، انا شو لازم اتصرف في هاي الحالة؟ هاي طبعا نحن دكاترة اهم شيء بنتعلمها وتعاملت معها مرة واحدة في حياتي في الشارع، بس الحمد لله اني كنت يعني عارف كيف اتعامل. في حالة ضيق النفس لازم نخلي المريض ينام على الارض، انت امورك تمام، انت صاحي، نادي الاسعاف، امورك تمام ما في مشاكل. هلا اذا في ملقط لازم نفتح ولازم نتاكد انه ما في إشي مسكر مجرى الهواء، لانه كثير مرات بيكون مجرى الهواء نفسه مسكر من إشي وهي مش مشكله عصبيه ومشكله مرضيه. فبنشوف اذا في إشي جوا بالملقط لازم نحاول نشيله او ندخل اصبع نشيله. لازم الحركه هاي اللي نمسك من هون من هون ومن هون، هلا ما بصير نمسك من هون من تحت الشن او من تحت المنطقه هاي الدقن، لازم نمسك من الاطراف من هون عشان اللسان ما يرجع لورا، وبنرفع الراس لورا هيك نحن فتحنا مجرى الهواء وسمحنا لحالنا انه في حاله اذا احتجنا نعمل تنفس اصطناعي نعمله. تنفس اصطناعي كان شخص ولا شخصين، لازم طبعا المريض ما راح يكون عم بتنفس ومجرى الهواء مفتوح، نحن بنفتح زي هيك وبنعطي نفسين تمام، وبنيجي على الجنب بنعمل زي هيك، هدول هاي المنطقة مستقيمة وزي هيك، وبباطن أو بالكف من هون في الباطن نعمل هيك، بنحط على المنطقة هاي وبنضغط منطقة الصدر، منطقة الصدر بس شوي لنص العظمة هاي مش لتحت، لنص العظمة، وبنروح 1 2 أو خلينا نحكي 1001 1002 1003 1004 1005 نرجع نفسين 1001 1002 1003 فهيك نعمله مرتين أو ثلاثة، تنفس اصطناعي مرتين أو ثلاثة من عيد العملية حركة. هلا بنضلنا نعيدها لحد ما يتنفس أو لحد ما يوصل المسعف ويقوم بالإجراءات. نحن بعلمونا إشي شوي بضحك إنه لحد ما أنت تتعب، طبعا أنا في هاي الحالة ما راح أتعب لأنه في قدامي حياة مريض راح أضلني معاه لحد ما يجي الإسعاف أو دكتور. شكرا كثير لحضورك اليوم دكتور سلطان جابر طبيب عام، شكرا للمعلومات. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل وبنرجع معكم مع فقرة حياة الناس، خليكن معنا. مشاهدينا بدنا ننتقل بجولتنا لمدينة طرابلس اللبنانية، وحفلا مميزا قدم فيه أطفال سوريا ولبنان عرضا مسرحيا ومعرضا لرسومات وكورالا غنائيا. صحيح فاتي، وذلك بدعم وإشراف جمعيات عدة، خلينا نتابع المزيد في التقرير التالي. هي تحية سلام وحب تجسدت في خطوة فنية مميزة كسرت معاناة الطفولة المجروحة التي عاشها أطفال سوريا اللاجئين في مدينة طرابلس اللبنانية وأطفال باب التبانة من المدينة نفسها. ففي مسرح الصفدي في طرابلس قدم أطفال لبنان وسوريا عرضا مسرحيا ومعرضا للرسومات وكورال غنائي بدعم وإشراف جمعيات عدة على رأسها مؤسسة بسمة وزيتونة وجمعية ورد. نحن مجموعة من الشباب عملنا مبادرة هي للدعم النفسي الاجتماعي للأطفال السوريين اللي موجودين بمناطق مختلفة من لبنان مع الأطفال اللبنانيين لنعمل دمج ونفك النزاع. الهدف تبعنا كان أنه نخفف من الأزمة النفسية اللي عم بيعيشوها عن طريق تقنيات هي لها علاقة بالمسرح بالفن بالرياضة بالآرت. نهاية العرض طبعا عم بيكون نهاية المشروع طبعا هو عرض مسرحي اللي نحن عم نعرضه هلأ. رسالة النشاط هذه تحمل بين أسطرها معان كثيرة، بينت النضوج المبكر الذي يمر به أطفال سوريا وباب التبانة
بعد الأحداث الدامية التي شهدوها بسبب النزاعات المسلحة وآلات القتل، إلا أنه بدا واضحا من خلال رسوماتهم وغنائهم تحويلهم هذه المشاهد القاسية إلى طاقة إيجابية تترجم في الفن. الحقيقة حبت ورد بهالنهار أنها تستضيف الأولاد باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد الأطفال، وحبت تفرجي العالم كله أنه الطفل هو طفل كيف ما كان، وحبت تفرجي للعالم أنه الأولاد اللي تعرضوا للنزاعات المسلحة كيف ممكن أنه نعالجهم عن طريق الدراما، عن طريق الفن، عن طريق الرسم، عن طريق الحكي، وهيك ممكن أنه ننهض فيهم وليبنوا مستقبل. والأهم مسج حبينا نوصله أنه أبناء التبانة تحديداً هن يلي داعين الأطفال السوريين واللبنانيين ليشاركون هالنهار، تأكيداً منهم على أنه الطفولة هي أجمل ما بالكون وأن فيها براءة، وهي أبعد ما يكون عن الحسابات السياسية وعن الأوهام يلي عم عايشينها فيها الكبار. اللافت في العرض المسرحي الموسيقي الذي أظهر فيه الممثلون الصغار احترافية عالية، لا سيما وأنهم استخدموا لغة الجسد، أنه لامس واقعا عاشه الأطفال كل في بلده، فهؤلاء ورغم تنشقهم روائح الدم والدمار بقوا في أرضهم وقرروا تزيينها بالألوان من جديد، ما يدل على تخلل فكرة بناء مستقبل أفضل في عقولهم. من سوريا إلى لبنان يبقى معنى الطفولة واحد، الطفولة التي يجب أن تتكلل بالحياة والحب والسلام، ليس بالحرب والقتل والدماء. من طرابلس، رنين إدريس، أورينت نيوز. أهلا بكم مشاهدينا في جولة على عناوين الصحافة هذا الصباح، ونبدأها من صحيفة الشرق الأوسط، وفيها وزير الخارجية التونسي: قواتنا المسلحة في حال استنفار مع ليبيا. أوباما يختار الرجل الثاني في البنتاغون لحقيبة الدفاع. في الشرق الأوسط أيضا: كوباني تستنزف داعش وضربات التحالف تجفف مستودعات ذخيرته. أوباما يستقبل العاهل الأردني. لبنان: قيادي في داعش يهدد باختطاف نساء وأطفال لمقايضتهم بزوجته. تركي الفيصل على العرب أن يتحولوا إلى فاعل. تضارب الأنباء حول سيطرة الحوثيين على الكلية الحربية بالعاصمة اليمنية. الجزائر وفرنسا تبحثان عن آفاق جديدة للتعاون الثنائي والإقليمي. في الشرق الأوسط أيضاً، تساءل راجح الخوري حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانه أن يحل عقدة الأسد التي شغلت منطقة الشرق الأوسط. نتابع ما قاله الكاتب. عندما اختار أوباما ترشيح أشتون كارتر الإداري البيروقراطي للمنصب، والذي كان نائباً سابقاً لوزير الدفاع، تأكد أنه مصر على المضي في سياسة لا سياسة أو في الفوضى الاستراتيجية كما وصفها خبير شؤون الدفاع أنتوني كورتسمان، الذي يرى أن تعيين أشتون سيساعد أوباما على الاستمرار في تطبيق رؤيته من دون اصطدام بين البنتاغون والبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، كما حدث مع هيجل. التناقض الواضح يوم الثلاثاء الماضي بين وزارة الخارجية التي أعلنت عن الاقتراب من اتفاق مع تركيا على المنطقة العازلة وعن الاتجاه إلى السماح باستخدام قاعدة إنجرليك، وبين البيت الأبيض الذي سارع إلى التخفيف من هذه الاحتمالات، يؤكد تماما أن أوباما الذي دخل عهده مرحلة العد العكسي باعتبار أن ولايته ستنتهي بعد أقل من سنتين، مصر على عدم التورط في حروب خارجية لا في العراق ولا في سوريا. أمام هذا الانكفاء الأمريكي، من الضروري الانتباه إلى الاندفاع الروسي نحو الحلبة السورية تحديداً، بعد فترة من الابتعاد النسبي فرضتها ظروف التورط العميق والمكلف في أوكرانيا. وهنا يرى بعض المراقبين أن أفكار المبعوث الدولي ستيفن دي مستورا التي تدعو إلى تجميد القتال في حلب ربما انطلقت من جليد روسيا، التي بدأت منذ أشهر حركة اتصالات ومشاورات بهدف استنساخ صيغة جديدة لمؤتمر جنيف، ولكن تحت مظلة موسكو هذه المرة،
في هذا السياق ذهب ديمستورا إلى موسكو مرتين، وزار وفد من الضباط والشخصيات السورية المعارضة مع معاذ الخطيب العاصمة الروسية، ثم ذهب وليد المعلم الذي التقى فلاديمير بوتين، وارتفعت حرارة الحديث مجددا عن التسوية السياسية التي لا تزال تدور في دوامة العقدة الواحدة التي سبق أن أفشلت مؤتمر جنيف في مرحلتيه مصير الأسد. هل تستطيع موسكو حل عقدة مصير الأسد للبدء في إرساء تسوية سياسية في سوريا؟ تستطيع أن تلملم هذا الحطام من الجغرافيا الممزقة والمشتعلة، وهذا الحطام من المعارضات المنقسمة والمتصارعة، وهذا الحطام من التدخلات والأهداف الإقليمية والدولية المتقاطعة في سوريا؟ وليد المعلم أعلن موافقة النظام على عقد حوار سوري في موسكو، لكن كلام لافروف عن هذا الأمر بدا وكأنه يشبه القول الأمر لي، بمعنى أن موسكو تريد حصة الأسد من أي مؤتمر للحوار بين السوريين. إننا نرفض تنظيم مؤتمر دولي واسع النطاق بشأن التسوية في سوريا، إذا كنتم تعولون على عقد مؤتمر آخر مثل ذلك الذي عقد في مدينة مونترو بمشاركة 50 دولة وآلاف الصحفيين والتلفزة فإنه لن يعقد. وفي صحيفة العرب الدولية تطالعنا العناوين التالية: كرة النار الليبية تقترب من تونس، السوريون يدفعون ثمن سباق المصالح بين واشنطن وطهران وأنقرة، هنري كيسنجر العالم يعيش حالة من اللانظام، القوات الحكومية ومقاتلو العشائر يحكمون قبضتهم على الرمادي، المعارضة في عدن تكثف حراكها للانفصال، تنظيم الدولة يدق أسوار مطار دير الزور العسكري، الاحتجاجات ضد العنصرية تمتد إلى الولايات الأمريكية جديدة، إيران تنشئ وحدة استخباراتية خاصة في ألبانيا لتعقب مشاهدي خلق، إيبولا وباء الفقراء علاجه حكر على الأثرياء. ونبقى في العرب الدولية، حيث انتقد شادي علاء الدين الدور الإيراني في لبنان، واصفا الأخير بالساحة المتروكة لكل أنواع العبث، وأن إيران تريد أن تصنع منه بلدا حاضنا للإرهاب. لنتابع المقال. لا يمكن تخيل أن إيران تقدم على شيء مجانا. شهادة حسن السيرة التي تسعى إلى انتزاعها من الأمريكيين تخفي نزعة تسعى إلى إرباك جهد محاربة الدولة الإسلامية في العراق المبني على معادلة دعم الجيش والقوى الأمنية العراقية والاستفادة من تجربة العشائر العراقية في محاربة تنظيم القاعدة وتشكيل جيش يقدر العدد المتوقع لعناصره بحوالي 100,000 رجل. تسعى إيران إلى ضرب هذا المسار لأن من شأنه إعادة إنتاج الدولة العراقية وإعادة استدخال الحضور السني الفاعل في قلب هذه الدولة، وهو الأمر الذي جاهدت من أجل منع حدوثه. كاري كان واعيا بهذا المسعى الإيراني، فهو لم يحدد البلد الذي قامت فيه إيران بضرب داعش، بل قال بسخرية مكان ما. بداية إفلات العراق من إيران كانت عبر إقصاء المالكي، ولعل بداية خروج السيستاني على إيران تخفي قصر النظر الإيراني في موضوع الوطنية. هذا الموضوع لا يزال قادرا على تشكيل حالة عراقية فوق طائفية، فكما أن بعض المكونات التي يتألف منها المجتمع الإيراني تشترك في احتقارها للعرب، ولو كانوا من النسيج الطائفي الذي ترفع إيران لواءه، فإن جزءا من العراقيين يكرهون الإيرانيين كإيرانيين كذلك. يجب أن لا ننسى أن عددا كبيرا من الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية من الجانب العراقي كانوا من الشيعة، ودافعهم إلى ذلك كان الذود عن العراق كوطن. هذه الوطنية العراقية لا زالت حية، الإيرانيون نجحوا في تفخيخها طائفيا ولكنهم لم ينجحوا في محوها. من هنا نفهم معنى زيارة المالكي اللبنانية التي تزامنت مع ضرب إيران لداعش، إذ يبدو لبنان البلد الأكثر قابلية لتنفيذ المشروع الإيراني، فهو بلد لم يعد حاملا لصيغة وطنية واضحة الأركان، بل صارت الطائفية فيه بنية فوق سياسية وفوق وطنية تحكم الولاءات وتحدد الخيارات. سعت إيران إلى تحديد الإرهاب وحصره في السنة. التطورات الأخيرة في لبنان ودعم تيار المستقبل للجيش اللبناني ضد الإرهابيين نجحت في تأجيل الاستثمار الإيراني في هذا المجال، لذا نقلت إيران استثمارها إلى ملف الجنود الأسرى الذي تحاول أن تجره إلى تعقيدات يتحول فيها إلى عنوان حرب طائفية. أهل الجندي الشيعي علي البزال هددوا في حال إعدامه بأنهم سيقتلون أي شخص يصلون إليه من آل الحجيري في عرسال. وفي صحيفة المستقبل اللبنانية نقرأ: لبنان يبكي الشهيد علي البزال.
60 ساعة مفاوضات تحرر كهرباء لبنان. العبادي: إنهاء أزمة سوريا يقضي على داعش. واشنطن بوست لأوباما: اقضي على الأسد. فرنسا تشن غارة كبرى على داعش في العراق. الاحتلال يواصل حملته في القدس ويعتقل المزيد من أبنائها. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في نابلس. مصرع 17 مهاجرا في البحر المتوسط. النساء متفوقات لكن أجورهن أقل من الرجال. في القدس العربي كتب الطاهر إبراهيم عن ما بعد السنوات الأربع التي عاشتها سوريا في ظل حكم آل الأسد، وتساءل حول المستقبل الذي ينتظر البلاد. نتابع مقاله. غيرت الأمور منذ 15 آذار مارس 2011 وحتى اليوم، فلم يعد الأمر مسألة خوف أو جرأة، فمتظاهرو الأمس وجد أغلبهم طريقة أو أخرى ليحمل السلاح وينضم مع الفصائل التي كانت تقاتل جيش بشار أسد، فقتل من الطرفين خلق كثير، ورغم الدعم الذي قدمته طهران وموسكو، فقد استطاع الثوار أن يحاصروا قصر بشار حتى رأيناه يستقبل زواره في غرفة صغيرة في مبنى صغير، كما استطاع الثوار أن يعطلوا مطار دمشق عن استقبال الطائرات وإقلاعها، حتى أن وليد المعلم كان مضطرا للذهاب إلى بيروت ليطير إلى الوجهة التي يريدها لنقل رسائل بشار. وعندما كان سقوط نظام بشار قاب قوسين أو أدنى، تحرك أوباما بنصيحة من مستشارة الأمن القومي سوزان رايس وبتعليمات من اللوبي اليهودي لمنع سقوط بشار الأسد بحجة دعمها الحل السلمي. اليوم يبحث الكتاب العرب والأجانب مآلات الحل في سوريا، فمنهم من يعلق آمالاً على تدخل واشنطن لتفرض حلاً سلمياً تحت البند السابع يبقي سوريا مقسمة وكل جهة تحكم ما تحت يدها من مدن بموجب الأمر الواقع، وآخرون يتوقعون أن ينقلب ضباط علويون على بشار الأسد بعد أن قتل منهم خلق كثير، فيأتلفون مع من تبقى من ضباط سنيين ألجأهم الراتب أو الخوف إلى البقاء في جيش بشار. وبالمناسبة يعتقد هؤلاء أن واشنطن سترتب لانقلاب كهذا، وينسون أن واشنطن هي من دعم بقاء بشار حين اهتز كرسيه تحته من ضربات الثوار. الأكيد أن الشعب الذي يعيش داخل سوريا لن يرضى أن يتعايش مع من تسبب بقتل ربع مليون سوري. يعتقد السوريين أن تنظيم الدولة وزعيمه أبو بكر البغدادي سيضمحل كسحابة صيف مهما عظم خطره، وأنه لا يستطيع أن يمتلك حاضنة شعبية تجعله يطمئن كأنه يعيش بين عشيرته التي تدفع عنه تكالب أعدائه. أما الفصائل المقاتلة الأخرى بما فيها جبهة النصرة فسوف تترسخ داخل محيطها لأن أفرادها جزء من الشعب السوري، وسيأتي يوم على بشار الأسد لينفض عنه مناصروه، وحين يذهب إلى المطار ليغادر سوريا فلن يجد الوقت كي يقول إلى لقاء. أما ما سيتبقى من كتائب علوية ناصرته فلن يكون أمامها إلا الصلح مع الكتائب السنية المقاتلة، وعندها لن يكون لواشنطن ما تفعله إلا التسليم بما اتفق عليه السوريون. والآن مشاهدينا مع مقترات من رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا فاصل ونعود مع أخبار رياضة مع الزميل معن عامر، ابقوا معنا. بداية أسبوع جديد، حياكم الله مشاهدينا الكرام لأخبار الرياضة. توج جمهور الأهلي السعودي بالتصويت، توج المهاجم السوري عمر السوماك أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في دوري عبد اللطيف جميل لشهر تشرين أول الماضي. وقدم أحد جماهير الأهلي جائزة الأفضلية للسوماك قبل بداية لقاء فريقي الأهلي والفيصلي ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.
وكان السوما قد حصل في تصويت شهر أكتوبر على 2075 صوتا وبفارق 1760 صوت عن أقرب منافسيه. هذا ويتصدر السوما ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفا في 9 مباريات. نبقى في السعودية، حيث قرر مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة الإسباني إخوان لوبيز كارو من تدريب المنتخب الأول. وأرجع الاتحاد قراره إلى أن المدرب الإسباني لم يحقق النتائج المأمولة مع الأخضر خلال فترة موسمين قضاها في منصبه. وكانت هزيمة السعودية أمام قطر في نهائي كأس الخليج 22 التي استضافتها الرياض بتشرين الثاني الماضي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للمدرب الإسباني. يذكر أن إقالة لوبيز كانت مطلبا لطالما نادت به الجماهير السعودية منذ فترة طويلة. عربيا، يسعى فريق الأهلي لإهداء كرة القدم المصرية اللقب الإفريقي الوحيد الغائب عن خزائنها حتى الآن، وهو كأس الاتحاد الإفريقي، عندما يلتقي مع ضيفه سيوسبور بطل كوتيفوار في إياب نهائي المسابقة بالقاهرة. فمنذ انطلاق البطولة عام 1992 فشلت الأندية المصرية في الحصول على اللقب، كما أنها أخفقت حتى الآن في البلوغ للنهائي سوى مرة واحدة فقط، وذلك عندما خسر الإسماعيلي اللقب أمام شبيبة القبائل الجزائرية العام 2000. وكانت مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي بمدينة أبيجان قد انتهت بفوز سيوسبور بهدفين لواحد، وهو ما يجعل الأهلي مطالب بتحقيق الفوز ولو بهدف نظيف للتتويج بالكأس للمرة الأولى في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالألقاب القارية على مستوى العالم وب19 لقبا. في إسبانيا، يستقبل ريال مدريد متصدر الليغا فريق سيلتا فيغو على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار الجولة 14 من الدوري الإسباني، والأمل يحدوه لتحقيق الانتصار 18 على التوالي في مختلف البطولات وال11 في الدوري الإسباني لهذا الموسم. ويدخل الفريق الملكي المباراة وهو منتشيا بفوزه في الكأس على كورنيلا بخماسية نظيفة وحسم تأهله لدور 16، وسيعول على أسماء هجومه الفتاك ألا وهم كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، كريم بنزيما وخامس رودريغيز. بينما يبدأ الفريق الضيف اللقاء وهو يطمح لتحقيق نتيجة جيدة مثل ما فعل أمام برشلونة عندما هزمه في الكامب نو، رغم أن الأمور ستكون صعبة للغاية على الضيوف. على جانب آخر، نجحت إدارة الميرينجي بالتعاقد مع النجم الشاب ماركو أوزينزو من فريق مايوركا بفضل جهود لاعب التنس رافائيل نادال. الشيء من معدنه لا يستغرب، رافائيل نادال من أبرز المناصرين لريال مدريد وهو من مدينة مايوركا الإسبانية. نبقى في إسبانيا ولكن ننتقل إلى إقليم الأندلس، حيث تمكن لاعب إشبيليا الإسباني إياغو أسباس من دخول التاريخ بعد أن سجل هاتريك في غضون 4 دقائق فقط، وذلك في المباراة التي جمعت فريقه مع سبادل في بطولة كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي 4 أهداف لهدف واحد. وسجل أسباس الهدف الأول في الدقيقة 59 إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق الكرة الشباك وتعلن تقدم إشبيليا 2-1، ليعود بعد دقيقة واحدة ويسجل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لإشبيليا إثر انفراد تام بالمرمى، فتخطى الحارس وراوغ المدافعين الذين حاولوا الوقوف في المرمى لمنع الهدف. وعاد نجم المباراة ليسجل هدفه الثالث والرابع للفريق الأندلسي في الدقيقة 62، أي بعد دقيقتين فقط من ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك سبايدل، ليصبح رصيده 3 أهداف في ظرف 4 دقائق فقط. في إنجلترا، تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب الاتحاد، وذلك من أجل متابعة قمة مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يستهل السيتيزنز اللقاء وهدفه تحقيق الفوز والحصول على النقاط 3، كما يهدف للاستعداد جيدا لمباراة روما القادمة التي ستكون مصيرية في دوري أبطال أوروبا.
ويعد رصيد الفريق الذي يملكه رجل الأعمال الإماراتي الشيخ منصور بن زايد 30 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر الذي يفتتح الجولة بلقاء ناري آخر عندما يتوجه لمقابلة نيوكاسل. أما إيفرتون فيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات وذلك بعدما توقف في آخر مباراتين عن تحقيق الفوز. ويمتلك التوفنز في رصيده 18 نقطة مكنته من التواجد في المركز 11 بجدول ترتيب البريمير ليج. في إيطاليا يستقبل روما هذا المساء ضيفه ساسولو وذلك من أجل خوض مباراة الجولة 14 في منافسات الكالتشيو، المباراة التي ستقام على ملعب الأولمبيكو معقل الذئاب. يبدأ روما اللقاء متأملا بتحقيق الفوز الرابع على التوالي والحصول على النقاط الثلاث، ويمتلك ذئاب العاصمة 31 نقطة جعلتهم في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس والذي رفع رصيده إلى 35 نقطة بعد أن تعادل سلبا بافتتاح الجولة مع فيورنتينا. على الجانب الآخر يرغب ساسولو في تحقيق ما حققه في تكرار ما حققه الموسم الماضي على ذات الملعب، إذ نجح في الخروج من أرض الأولمبيكو بنقطة ثمينة للغاية إثر تعادله الإيجابي بهدف لكل فريق. ويحقق ساسولو بقيادة مدربه دي فرانشيسكي نتائج رائعة في الدوري، إذ لم يخسر في آخر 6 مباريات في الدوري الإيطالي ويمتلك في رصيده 18 نقطة متمسكا بالمركز التاسع. سريعا الآن إلى المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر أن الفيفا ليس مسؤولا عن الظروف الخاصة بعمال البناء في تشييد الملاعب بقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022. وفي تصريحات أدلى بها على هامش زيارته لسريلانكا أوضح بلاتر أن هؤلاء العمال يعملون لدى شركات أوروبية كبيرة من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها، وهي قادرة على توفير ظروف عمل مناسبة لهم. وكانت قطر قد تعرضت لانتقادات متزايدة بشأن الظروف السيئة التي يتعرض لها العمال المشاركون في تشييد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم، وذلك منذ حصولها على حق استضافة البطولة. وانتقدت منظمة العفو الدولية تباطؤ الجهات المعنية القطرية في التصدي لسوء المعاملة التي يتلقاها العمال المهاجرون من دول آسيوية مثل الهند وسريلانكا ونيبال وباكستان والذين تجاوز عددهم 29,000. فاز العداء أزميراو بيكيلي بلقب منافسة الرجال في سباق ماراثون إثيوبيا السنوي، والذي يعد أكبر سباق مدرج على أجندة السباقات في البلاد، إذ شارك فيه أكثر من 300,000 متسابق. وسجل بيكيلي رقما قياسيا جديدا في السباق، حيث قطع مسافته البالغة 10 كيلومترات في زمن قدره 30 دقيقة و11 ثانية وجزء واحد من الثانية، وهو اللقب الثاني الذي يحققه اللاعب بعد فوزه باللقب قبل 4 أعوام. بينما فازت العداءة وودي آيالو بلقب منافسة السيدات مسجلة زمنا قدره 34 دقيقة و3 ثوان و4 أجزاء من الثانية. واتسمت نسخة العام الحالي من السباق بوعورة الطريق، حيث شملت مرتفعات شاهقة مختلفة وطرقا ملتوية حول العاصمة أديس أبابا. موجز الأخبار بالانتظار، عودة إلى الزملاء لاستكمال المشوار، تفضلوا. شكرا لك. شكرا يا مان. مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بالطبخ، وطبختنا اليوم شو هي هنا؟ طبخة المحاشي على الطريقة الشامية. أكيد أكيد 100%. تعرف تطبخيها؟ منيحة ما شاء الله. خلص هلأ أتعلم معناتها. مشاهدينا منتابع طبخة المحاشي. مشاهدينا صباح الخير، اليوم طبعا عندنا فقرة تعودتوا عليها كل أسبوع يوم السبت، فقرة المطبخ مع نجمتنا خالة أم فراس. رح تعلمنا اليوم أكلة الكل بيستصعب يعملها بس الكل كثير بحبها، طبعا أكلة المحاشي. أم فراس عندها طريقة تسهلها علينا نعملها بطريقة سريعة وبالتأكيد بنكهة إلها مذاق سوري خاص. صباح الخير. صباح النور. كيفك خالة؟ الحمد لله. يعني مشاهدينا عم بيستنوك أسبوع بأسبوع،
ما شاء الله عنا. ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. يا ريت نقدر ندوقهم طبخاتك طبعا، احنا عم ندوق دائما ما شاء الله عنك. تسلموا هديات. المحاشي طبخه بيرغبها الكل طبعا، يعني رجالنا وستاتنا، بس الستات واطفالنا طبعا، واكله كثير غنيه وقيمتها الغذائيه عاليه، بس المشكله انه بنحسها طويله مستصعبها. لا هو كل يعني الامر وقت بيكون الانسان واحد جاهل وما بيعرف عنه شيء بخاف منه، اما وقت بيتعرف عليه وبيعمله بيكون شيء ملموس بايده بيكون سهل ان شاء الله. وهذا الهدف من هاي الفقره تحديدا، يعني احنا برنامجنا تعليمي عم نفرجي المشاهدين والمشاهدات كل الخطوات من الالف للياء حتى يستسهلوا الطبيخ. طيب اليوم يعني هينا شايفين الكوسه والباذنجان، بس بدنا نحكي عن كل المقادير الثانيه قبل ما نبلش. قولي لنا ايش بنحتاج. هلا نحن حضرنا اليوم يعني كميه قليله، كيلو كوسه وكيلو باذنجان، وحضرت لحمه هبره ولحمه مدهنه هي دهن، بما انه نحن بنحب اكل الدسم شوي بدي اعطيكم الطريقه على طريقتنا الشاميه. واللي ما بيحب الدهن بيستبدل بالزيت. وحضرت الرز، كمية الرز هي كاسة وربع بس للكيلو، للكيليين 2 كيلو كوسة وباذنجان. وحضرت بندورة فريش عصرتها جهزتها قبل بوقت. طبعا المحاشي أطيب بتكون بالبندورة الفريش. قدي كميتها؟ هلأ حضرت أنا نص كيلو بندورة ومنضيف دبس بندورة كمان. يعني معلقة حسب الرغبة. وتمر هندي حضرت كمان، التمر هندي انا عصرته طبعا، التمر هندي بننقعه وبعدين بنعصره، انا حضرته وجاهز ان شاء الله. البهارات عندنا الملح والفلفل وكمون ناعم وكمون خشن وعصفور. نحن هي طريقتنا بالمحاشي. وعندنا النعناع اليابس طبعا وتوم، وقت تخلص الطبخه تنتهي ان شاء الله منحط توم مدقوق مع نعناع يابس ان شاء الله. تمام. يعني تحديدا بحفر الكوسه والباذنجان والمحاشي كثير ستات بينقروها يعني اول ما يبلشوا، يمكن الطريقه ما بتكون صح. هلا لا مو قصه الطريقه مو صح، اولا بيكونوا متوترين وخايفين انه الكوساي تنخزق الكوساي، لهيك بتنخزق معهم من التوتر. أم وقت بيكونوا عندهم ثقة بنفسه لا إن شاء الله أكيد. طب هلأ الحفارات، يعني مرات بنشوف الحفارة مثلا رفيعة أو سميكة حسب نوعية الكوسة أو الباذنجان. إذا كان رفيع بدنا حفارة رفيعة، وإذا كان غليظ بنحط الحفارة. طب أسهل طب نبلش تقولي لنا نبلش بالحفر. طبعا نبلش بالحفر وأنا بدي أساعدك، بس ما بعرفش قديش تنخزق معي كوساية. مشان الطريقة حتى ما تنخزق معهم كبداية منحط منلك الكوساية شوية ملح. أوكي هيك ما بتطق الكوساية معهم. أنا بدي أتفرج عليكي أول بعدين بحاول أعمل واحدة. هلا قد ايه لازم تقيمي بالكوسه؟ كثير ولا حسب الرغبه؟ في ناس يمكن بتحب، في ناس بتحبها يعني سميكه شوي وفي ناس بترغبها كثير رقيقه. هلا انا وسط، ما بعملها لا كثير رقيقه ولا سميكه. بعدين لب الكوسه ممكن تعملي منه شغله ثانيه طبعا. هلا انا لب الكوسه بدي اعلمكم طريقه، انا بستخدمه لب الكوسه بقلب المحاشي. بحط منه بقلب المحاشي طيب. بيعطي طراوه لل وفايده كمان يعني وفائده يعني ما بيطلع المحاشي مرصوص كثير، بيطلع طري وطيب كثير ان شاء الله. هلا ما ضل لي الا الحفاره الغليظه انا. لا حاعطيك اياها. تعطيني الرفيعه. تعطيني الرفيعه وتعطيني ليش قطعنا بس راسه؟ هلا في ناس بيقيموا الورق الاخضر عداير الباذنجاني وبيحفروها هون بهالطريقه بيخرب، يا بتنشق الباذنجاني بصير ارق.
لا بنحفرها بهالطريقه هاي وبعدين بتشيلي وبعدين بنشيلها. اوكي. وهي بدها الحفاره الاغلظ شوي. طبعا هلا بدنا نحشي. هلا بدنا نبلش بالحشي، بس قبل ما نبلش بالحشي بدنا نحط البندوره، بنحطها على الغاز نسخنها وبنحشي وبنحط المحاشي. احنا حطينا فيها تمر هندي كمان. هلا بدنا نحط التمر هندي. حطي البندوره. لا بنحطهم، بحطهم مع بعض. انا مع بعض. اوكي. كاسه، كوبايه كبيره. كوبايه كبيره تمام. طبعا وبس نشعل تحته حسب الكميه اللي عم نعملها. طبعا طبعا طبعا. هلا بنشعل الغاز تحته. هي شعلنا الغاز، بنحط الطنجره. تمام، استناها تغلي. لبين ما تغلي بنكون حشينا المحاشي ان شاء أكيد. الله يلا. بس للاضافه هلا البندوره، انا حطيت بندوره خضراء معصوره. شوية معجون بنحط معها، معلقة معجون بندورة يعطي نكهة، بركز النكهة مشان تطلع مكثفة. أكيد. تمام. حنضيف ملح كمان، معلقة ملح. يكون طبعاً المحاشي نظيفة ما تتوسخ بالحشوة. طبعاً ينظفوها. طبعاً. هلأ حنحشي كوساية نفس الطريقة. نعم، بحشي الباذنجان. اسهل لك الباذنجان، اكبر التمها، التمها اكبر. بدنا نعلمك حشي السجقات. سجقات هذا اصعب اكيد كثير. طبعا كثير صعبه. هلا الحمد اذا بدها زياده حمد بنزيد لها تمر هندي. بنزيد لها تمر هندي. تمر هندي او دبس رمان. او دبس رمان. أوكي. كمان دبس رمان. هلا اللي بنضيفه كمان صوص خفيف شوي، المعجون الصوص. Thank you.
خلصنا الحشي. انا عندي سؤال على الرز اللي بزيد، هلا اكيد اذا في فليفله في شيء فليفله بطاطا بيحشي طبعا، بس اذا ما عندهم رغبه كيف ايش بتعمل فيه الرز في البيت؟ ممكن تفرزه، ممكن تقليه، اذا تفرز ما بيطلع تروح قيمته صح. تروح قيمته. في كمان طريقه كانوا قديم يعملوها بس هلا نحن ما عاد استخدمناها، يعني بحطون بقماشه وبحطون على وش الطنجره. بس لا هلا كل شيء متوفر طبعا. نسقط الكوسه والباذنجان بلشت ريحه الصوص تطلع مظبوطه طبعا. بس هلا مع المحشي والبهارات وال تطلع الريحه غير شكل طبعا. لا شوي يمكن حشي الفليفله بيلبكون شوي للمبتدئين ستات صغار اذا كانت بهالطول قصدك. اذا كانت بهالطول على ان الفليفله الحلوه اللي اعرض يمكن سهله طبعا مثل الباقي. هلا بنبلش برضه بنخلي تمها صغير طبعا مثل الباذنجان طبعا. على فكره مو صعب حفر البطاطا ابدا ابدا ماكله لانها بتحسيها اسهل. طب هلا بدي اسال سؤال، احنا طبعا حطينا يعني فكرنا بالقصه هي بس خلصنا، بس لب البطاطا لب البندوره اللي بيطلع من بندوره ممكن تنزاد على الحشوه؟ ممكن تنزاد. هلا انا ما حبيت زيد البطاطا، هلا بنزيد البندوره بنحفرها على حشوه المحاشي. البطاطا كمان ما يعني بنحفرها بنخليها رقيقه خليها سميكه شوي طيبه البطاطا. وصغار الأطفال كتير بيحبوا البطاطا المحشية. هاي حفرناها. هلأ بدنا نعمل بس بطاطا محشية. هلأ بدنا نحفر البندورة. بنحاول نقيم أول شيء القشرة للأنزوعة نحنا. هاي منكبها. وبعدين منبلش حفر فيها شوي شوي. بعكس الكوسة والباذنجان والبطاطا بنحفرها للنهاية، لا هاي منبلش فيها حفر شوي شوي يعني بحيث انه نسحب اللب تبعها بالتدريج بالتدريج. طبعا كل العصير بينزل على الحشوة طبعا بغنيها بالطعم وبالفايدة. ما بتكبري كمان كتير. لا لا ما رح تاخذ كثير رز يبقى هو بما انه حجمها دائري بتاخذ كمية رز، بس كمان ما بنحسن يعني نعبيها مظبوط طبعا من الحشوه مشان البندوره كثير حساسه ورقيقه بتفرط وتستوي اسرع. هي جاهزه. هلا بدنا نجهز الفليفله الحلوه من ايه من يمكن حلو تخلي هاي الانزوعه تبعتها او الراس بتسكري فيها. في ناس بخلوها بسكروا فيها مو هو وقت الاكل مزبوط. هلا هيك بدنا بس البزر منها ما فيها شيء من جوا. هلا بنحشيهم
ساعة بتكون الأكلة على إن شاء الله على الطاولة، بتكون جاهزة على الطاولة إن شاء الله. عادة شو بتقدمي معها؟ المحاشي ولا المحاشي ما بدها شيء أبداً أبداً، مخللات زيتون لا 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 زي لا لا نحن بنحب المحاشي مشكلة ولا بدها شيء أبداً أبداً. من هيك شوفي كل الألوان كل أيوة الأشكال طبعا نغطيها ونفتح عليها كمان نص ساعة إن شاء الله إن شاء الله. الله يعافي قلبك يا رب. مشاهدينا فاصل ومنرجع نكمل باقي فقرات جولة الصباح. مشاهدينا الإشاعات في علم الفلك كثيرة، وآخرها خبر عم يتداول وسائل الإعلام بيقول إنه بتاريخ 21 من هذا الشهر طبعا رح يكون في عاصفة شمسية على كوكب الأرض. رح نشوف اليوم ونحكي أكثر عن علم الفلك والإشاعات اللي عم تطلع مع الخبير. صباح الدكتور، صباح الخير دكتور عماد مجاهد. صباح الورد، كيفك؟ يا هلا الله يخليك. بدنا اليوم هيك نحكي شوي عن الفلك والإشاعات اللي عم تطلع. تحكي لنا أول شيء عن هالإشاعة اللي هي إنه بالفعل بده يكون في عاصفة شمسية. والله طبعا صباح الخير لكل المشاهدين وصباح الخير لكم، وبشكر القناة يعني على الاحترام وعلى متابعة هاي الأخبار المهمة صراحة. صباحك تسلمي. فيعني صراحة احنا عم نعاني من التطور التكنولوجي، التطور التكنولوجي خاصة وسائل الاتصال مهمة جدا، لكن للأسف أصبحت كمان تستخدم أحيانا في نواحي سلبية، من ضمنها نقل أخبار وإشاعات مش من مصادر علمية موثوقة. واحد بتهيأ له شغلة بروح بكتبها وبتنتشر بسرعة رهيبة يعني بدقائق أصعب من أي وسيلة إعلام أخرى صارت. فللأسف هذا عم نعاني منها. الإعلامي يعني زي ما أنتوا تفضلتوا يعني أنتوا كإعلاميين معروفين وقناة ما شاء الله يعني إلها مصادرها العلمية، لما بتأخذ خبر بتكون يعني بتتوثق من الخبر إنه هذا الخبر هل هو صحيح هل هو مش صحيح، ولما بتيجي تحكي فيه بتستضيف أهل الاختصاص حتى يعطوا للناس أو المشاهد معلومة صحيحة لأنه هي أمانة. وبالتالي أنا يعني نتمنى من وسائل الإعلام إنها تتبع الأسلوب الحضاري اللي أنتوا عم تتبعوه في نقل المعلومة. آخر ما طبعا إحنا عانينا كتير ب 2012 لما حكوا نهاية العالم، نهاية العالم 21/12 وعمل الضجة وناس كمان وناس راحوا تخبوا قال إنه هذا الجبل بحميهم من يوم لقيامة. شوف يعني لقيامة كأنا على أجزاء من كرة أرضية مش على الناس كلها، مش على الناس كلها. فيعني وعمل الضجة وناس انتحار ويعني كان عليها قصص، طبعا في ناس استغلها عمل أدوية إنه هاي ضد نهاية العالم واشتغل ما شاء الله يعني شغل كويس. فالعالم للأسف عم يعني في فوضى شوية إنه في هناك ناس عم بيستغل، في ناس عم بتعمد ينشر أخبار غير صحيحة، في ناس بتصدق المعلومة كمان، في ناس ما بتعرف، الأغلب الناس ما بتعرف بصلها معلومة. وللأسف الخبر هذا اللي بنحكي فيه اللي هو إنه طلع خبر منشور بصحف عالمية ومن ضمنها صحف عربية عربية كبيرة صحيح إنه الأرض ستغرق في ظلام دامس لمدة 3 أيام من 21/12 هاد ل 23. ف وفي فضائيات كبيره عربيه واجنبيه نقلت خبر يعني مش بس بمجال ضيق. فاحنا تفاجئنا لانه هذا الخبر طبعا هو على لسان وكاله ناسا، طلع ناسا انا متاكد تماما انه مش مستحيل يطلع من هيك اخبار. فاحنا شفنا انه الخبر مش علمي ولا يتوافق ابدا مع الواقع. وان حدث العاصفه الشمسيه بتصير دائما قبل بس الشهر ما في ظلام دامس بس ما بيعمل هيك نعم. او انه يعني الناس اللي بيقرا الخبر بفهمه بطريقه خاطئة مش صحيحه او خاطئه، فبروح بيستعجل يكتب للناس انه انا بحكي لكم انه راح يصير كذا كذا. زي مثلا في خبر انه المريخ سيدور بحركه معاكسه، هاي حركه طبيعيه انه الارض بتسبق، لما حد بيكون سايق سياره والسياره اللي جنبه هو بسبقها فبترجع لورا، هذا المقصود. الأرض في مدارها حول الشمس أسرع من المريخ، فمنحس إنه كأنه المريخ عم بيرجع لورا، فهذه المقصود الحركة التراجعية للمريخ إنه راح يدور ففهمها إنه راح يدور بنفسه حول بالعكس، يعني إيش؟ راح تطلع الشمس من الغرب، وطلوع الشمس من الغرب يعني من علامات القيامة العظمى، راح كتبوا إنه راح تغيب، راح تطلع الشمس من الغرب وإنه راح تقوم القيامة. وشوف الناس لما تسمع هيك أخبار مباشرة يعني دكتور الغلط يعني مش على الوسائل الإعلام وكذا، الفهم الغلط للمعلومة، هي الفهم الغلط يعني هي إجابة وسائل ما لهم علاقة، إجا خبر صحافة وبنشره لكن تبين فيما بعد إحنا اتصلنا فيهم وإخواننا الفلكيين في العالم العربي صراحة ما قصروا
كل واحد في بلده اتصل مع وسائل الإعلام اللي فيها وغيروا التفكير. ان شاء الله انه الايام الجايه انه ما تضل الناس مصره على هاي. هلا يعني في عاصفه ولا لا؟ عاصفه العاصفه موجوده موجوده نعم، ومتوقع انه احنا الان الشمس بتمر في دوره النشاط الشمسي اللي بصير كل 11 سنه، في نهايه 2013 وبدايه يعني هو تاخر شوي، لكن الان موجوده الشمس بنشاطها. طيب. وقبل حوالي يعني اسبوعين من الان كان في عاصفة شمسية قوية جدا ما عمرها تسجلت من 50 سنة. هاي إحصائيات ناسا عم بحكي الآن، مش عم بحكي رأي ما شعر فيها الناس. بالضبط، لا هي الناس ما بتشعر فيها. يعني من نعم الله عز وجل إن في عندنا الغلاف الغازي، هو عبارة عن مصفاية بيمتص أي أخطار تيجي على الأرض، لأنه بدونها ما بتكون الحياة على الأرض مستحيل. وبالتالي الله خلق لنا طبقة الأوزون والطبقات الأخرى، الغلاف الجوي من ضمنها المجال المغناطيسي، حتى يمتص هاي الأخطار اللي جاي من الشمس وتعطينا الإشي المستفيد منه، مش الإشي اللي بضرنا. فقبل أسبوعين ثلاثة كان في عاصفة مميزة، ومتوقع يكون في عواصف مغناطيسية قادمة، بس ما بيقدر حدا يحكي. يعني هلأ الآن وكالة ناسا لو سألتها ما بتقدر تقول لك والله يوم 21 بتوقع في عاصفة شمسية. ما حدا العلم الآن غير قادر إنه يتنبأ بالعاصفة الشمسية، وهذه من ضمن الردود على هدول اللي بنقلوا الإشاعات. طيب معناتها هلا نحن في تاثيرات معينه ولا لا ما حدا حيحس فيها؟ هي التاثيرات بتكون يعني معروفه ومرصوده. زي يعني من ضمنها شوف التاثير على الكهرباء، احنا هون بالعالم العربي صعب جدا. التاثير بيكون اعلى شيء على المناطق اللي بالقطبين او القريبه من القطب الشمالي زي اسكتلندا كندا أمريكا. هاي المناطق المجال المغناطيسي فيها قوي، وايضا في رقه بالغلاف. الان لما بتيجي العاصفه الشمسيه او الرياح الشمسيه اللي هي يعني ماشي احنا ندخل في مواضيع علميه فيزيائيه، المهم لما تدخل الارض بتكون تاثيرها هناك اعلى من تاثيرها علينا احنا هون، وبالتالي ممكن تاثر على المولدات الكهربائيه في هذه المنطقه. كمان في كسوف للشمس بشهر 3 2015 على اوروبا ممكن يصلنا، احنا راح نلاحظ في تاثير هذا ممكن ياثر على المولدات الشمسيه لانهم عم يستخدموا الطاقة الشمسية في التوليد، فممكن انه كمان يتأثر على الكهرباء عندهم بأوروبا مش احنا عندنا هون بالعالم العربي. سيد عماد، ايضا نشرت وكالة الفضاء الامريكية انه رح يكون في تجمع للتجمعات للنيازك والكواكب، شو صحة هذا الخبر واذا مزبوط 100% او مجرد ايضا؟ صحيح، لا هو هذا صحيح، في عندنا زخة شهب التوأمنيات الاسبوع القادم. طبعا هاي التوأمنيات رح نشوف حوالي 120 شهاب بالساعة بحسب تخمينات وكالة فضاء ناسا، يعني رح نشوف كل ساعة 120 شهاب. فينا نشوفها سيد عماد؟ احنا بنشوفها طبعا واذا بطلعنا في محل عتمة احنا دائما نتابعها. يعني هاي لنا سنوية، الناس العاديين يعني احنا فينا يعني اذا نزلنا بالشارع كذا فينا نشوفها. الناس العاديين لانه اصلا الشهب ما بدها تلسكوب، بالعكس التلسكوب ما بينفع بيخرب الموضوع كله. نطلع على محل عتمة وممكن احنا بنتفق مع الشهات انه دائما بناخذ الناس جروبات وبنطلع على منطقه قريبه من عمان محل عتمه وبنفرجيهم الشهب وبقدروا يصوروها بالكاميرات. ويعني هاي الشهب التوأمنيات لانها جايه يعني مصدرها كانه بتيجي من زهه برج التوأمان. شو اسبابها؟ هي احد المذنبات. المذنبات اللي بتدور بالفضاء حول الشمس بتبقى ماشيه وتترك غبره، كيف سياره الرمل حامله غبره مش مغطيه مخالف القانون فبتكب غبره في الطريق. هلا المذنب نفس الشيء، هو ماشي بكون يرمي غبره في طريقه. هلا الارض نتيجه يمكن ونتيجه تصادمات مع مذنبات اصغر يعني. هي لا هي مذنب بترك غبره، هلا الارض بتعبر هاي النهر او الغبره اللي تركها المذنب بهاي الفتره فبتزيد الشهب عن المعدل. في كثير ناس كمان بحبوا هاي الظاهره وبتابعوها وبنتظروها. من اجمل الاحداث اللي ممكن نشوفها بالعين المجرده. انا على كل حال اذا طلعنا التوقيت حكون المعدين عندكم في البرنامج انه اي فعاليات رصد فلكي جماعي احنا ممكن نيجي، فابشروا ان شاء الله. بس تبدو بس هذا بخبركم وبنتشرف تيجوا القناه وتصورنا وتصور الشهب، ممكن نخليكم تصور الشهب كمان ان شاء الله. نحن بالفعل بنهايه هيك هالمعلومات وحاولنا انه نكون هيك نوضح للمشاهدين انه في بعض الاشاعات ما في داعي للخوف ابدا، ورح نحكي ان شاء الله على الظواهر، اي ظواهر فلكيه بتصير ممكن نحن نحكي عنها بحلقات مقبله. الاستاذ عماد مجاهد نحن خبير طبعا فلكي وعالم، بدنا نشكرك على حضورك معنا اليوم. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع مع الاخبار الاقتصاديه، خليكم معنا.
أهلا بكم مشاهدينا في موجز للأخبار الاقتصادية. أظهرت البيانات المالية الربعية للمصارف الخاصة العاملة في سوريا انخفاضا في صافي الربح إلى نحو 19 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الحالي وحتى أيلول الماضي. من جهتهم أرجع مصرفيون أسباب انخفاض الأرباح إلى جملة عوامل أبرزها ضعف كبير في حركة الإيداع، لا سيما في ظل توقف النشاط الاستثماري في البلاد إلى جانب ارتفاع كتلة النفقات وخاصة المتعلقة بالرواتب والأجور بعد إلزام المصرف المركزي المصارف باستقدام موظفين لإتمام الهيكلية الوظيفية للمصارف. بيّنت مصادر محلية في مدينة اللاذقية أن المدينة تعاني نقصاً في المشتقات النفطية، إما ما انعكس سلباً على تأمين احتياجات المواطنين والنقل والتدفئة. وأشارت المصادر إلى أن أزمة المحروقات أدت إلى ارتفاع عدد كبير في الأسعار خاصة في تعرفة النقل، بالإضافة إلى الازدحامات الشديدة على محطات الوقود للتزويد بالبنزين والمازوت. من جهة أخرى أكدت مصادر أن وصول المشتقات النفطية إلى المحافظة خلال الأيام الماضية انخفض إلى أقل من 40% بسبب خروج مصادر إنتاج النفط وعدم وصول ناقلات النفط والغاز بالوقت المتفق عليه مسبقاً. حازت سوريا على مركز متأخر في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، حيث سجلت 20 درجة وشغلت المرتبة 159 عالميا. وبحسب تقرير المنظمة فإنه كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم من الصفر، فإن ذلك يدل على أن تلك الدولة أكثر فسادا، وكلما اقتربت من 100 عكس ذلك زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد فيها. والآن نترككم مع آخر أسعار صرف العملات أمام الليرة وأسعار الذهب. مشاهدينا، والآن من أخبار الاقتصاد إلى فقرة التواصل. في الأخبار التكنولوجية لليوم، جوجل تنشر قائمتها لأفضل ألعاب الأندرويد للعام الحالي، وأطلاق تطبيق الخرائط مابس مي مجانا للأجهزة الذكية للأندرويد. نتابع. نشرت شركة جوجل قائمتها لأفضل الألعاب الخاصة بمنصة أندرويد للهواتف والحواسيب اللوحية للعام الحالي، وتضمنت القائمة أسماء شهيرة مثل لعبة التخطيط الاستراتيجي كلاش أوف كلانز، ولعبة كرة القدم الفيفا 15، ولعبة الركض غير المنتهي تيمبر ران 2، واللعبة الجديدة كاندي كراش سودا. ولم تخلو القائمة من ألعاب قديمة من الأعوام السابقة مثل ماي توكينج توم وسابوي سيرفرز ودي بولينج 3. ولم توضح جوجل المعايير التي اختارت هذه الألعاب وفقا لها، إلا أن انتقائها تم على الأغلب بحسب الشعبية وعدد مرات التحميل والجودة. ونبقى مع أخبار جوجل، حيث تعمل الشركة على إطلاق نسخ جديدة من أبرز خدماتها ومنتجاتها بشكل موجه خصيصا للأطفال ما دون 12 عاما، لكن دون أن تحدد موعدا لإطلاق هذه الخدمة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع صحيفة USA Today الأمريكية. ووفقا للتقرير، ستبدأ جوجل على الأغلب بخدمات البحث ويوتيوب ومتصفح كروم، بما أنها الخدمات الأكثر استخداما من قبل الأطفال. وفي تصريح للصحيفة قالت بافني دي وانغي نائب رئيس جوجل للهندسة بأن المحفز الأول للشركة كان بأن الجميع في الشركة لديهم أطفال، مما ولد الحاجة لتغيير منتجات الشركة كي تكون ممتعة وأكثر أمنا للأطفال. وألمحت أيضا بأن خطة جوجل تتضمن خصائص تتيح للآباء فرض التحكم والرقابة، لكن الشركة ليست متأكدة بعد من مقدار ونوع التحكم الذي ستمنحه للآباء.
وأخيرا أعلنت شركة mail.ru الروسية عن إطلاق النسخة الاحترافية من تطبيق الخرائط maps.me مجانا لمستخدمي الأجهزة الذكية، وذلك عقب أسابيع قليلة من الاستحواذ على التطبيق. وكانت النسخة الاحترافية للتطبيق maps.me تتكلف نحو $5 أمريكية، إلا أن الشركة قررت إتاحتها مجانا لتستبدل بها النسخة الخفيفة المجانية في جميع متاجر أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية. وتسعى mail.ru إلى تضييق الخناق على شركات منافسة مثل جوجل ومايكروسوفت بتقديم خدمات مماثلة مجانية مثل خدمة البريد الإلكتروني my.com ومن ثم خدمة الخرائط maps.me. أما في الأخبار المنوعة، مزاد علني على مجموعة أسلحة يملكها الممثل الفرنسي الشهير آلان دولان. فعل وركاب ينزلون من الطائرة ويدفعونها بأيديهم لأنها متجمدة. لاقى المزاد العلني على مجموعة أسلحة يملكها الممثل الفرنسي آلان دولون نجاحا كبيرا، فقد بيعت بندقية وينشستر وهي هدية شخصية له من ستيف ماكوين بسعر 19,000 يورو، أي 6 مرات السعر المحدد لها. وبيعت القطع 76 المعروضة في باريس بمبلغ إجمالي قدره 162,000 يورو. وكان آلان دولون يمتلك مجموعة جميلة من الأسلحة جمعها من خلال أدواره كشرطي أو لص، وهي تضم مسدسات وبنادق قديمة ونادرة. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو يظهر شاحنة تسير على طريق سريع في أستراليا، ثم تبرز فجأة مقدمة سيارة أخرى وقد فقد سائقها السيطرة عليها تماما حتى سارت بسرعة بعرض الطريق بعد أن كادت أن تصدمها لتدخل على حارة ثانية وتتخطاها السيارة، ثم تنحرف وتصطدم بجزء من مقدمة الشاحنة. وتمكنت الكاميرا المثبتة على الزجاج الأمامي لقائد الشاحنة من توثيق الحادثة. اضطر عشرات الركاب إلى الخروج من الطائرة التابعة لخطوط الطيران السيبيرية والتي كان يفترض أن تقلهم، ومن ثم قاموا بدفعها وسط درجة حرارة شديدة الانخفاض، وتجمد هيكل الطائرة بالكامل بعدما بلغت درجة الحرارة 52 درجة مئوية تحت الصفر في مطار إيغاركا والذي يقع جغرافيا داخل نطاق القطب الشمالي. وذاعت القصة بعدما قام إحدى الركاب بتصوير مقطع لرفاقه وهم يشاركون في دفع الطائرة وهي من طراز توباليف وسط الثلوج، وقام بنشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. وردد الركاب هتافات وهم يدفعون الطائرة لشد هممهم، بينما ردد البعض قائلين باللغة الروسية الجميع يرغبون في العودة إلى الديار. مشاهدينا، للتواصل معنا ولاقتراحاتكم وأفكاركم راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك جولة الصباح أو على إيميل البرنامج sabah@orient-tv.net. بنهاية فقرات جولتنا الصباحية لليوم، انطرونا بكرة بنفس الموعد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.